السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده الحمام بتاعنا يا جماعة، وعايز اوريكم ما شاء الله الحمام اللي هي اولاده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بالنسبة للعلف بتاعهم يا جماعة، انا بحط لهم علف 23%، وبحط لهم ذرة اصفر، وبحط لهم غلة، وبحط لهم بسلة. وطبعا التشكيله دي يعني عشان خاطر الحمام بتاعنا يبقى بصحه جيده، ويبقى ايه الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين الجوز كانوا طالعين، واحد صغير واحد كبير، بس الحمد لله رب العالمين مع الاكل اللي احنا بنحطه له، يعني الكميات وزائد التنوع في الاكل بيبقى ان شاء الله يديلك انتاج كويس جدا. وما عادش بعد اول يعني ما يعدي اسبوع او اسبوعين الجوز يظبطوا مع بعض، وما يبقاش فيه الفروق اللي هي البينيه بين احجامهم وبينهم وبين بعض. طبعا حاطط الخشب دي كده يا جماعه عشان الحمام يقف فوقها، لان طبعا انتوا عارفين ان هو بيحب يقف ايه في العراشيات كده، يعني يحب يقف في الحتت العاليه، فانا حبيت ان انا اعملها له عشان خاطر ايه يبقى يعني ايه حالته المزاجية كويسة.